السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور فيديو جديد، وخدوا بالكم الفيديو ده يا جماعة ده مهم جدا جدا، إن شاء الله فيه معلومات كتير بإذن الله تستفادوا منه. يعني إن شاء الله اللي هيتابع معايا الفيديو الآخر هقول لكم برضو على شوية يعني حاجات، وبإذن الله برضو هقول لكم إحنا هنعمل إيه في الفيديوهات الجاية. تمام، نسمي الله ونحط لايك للفيديو. لايكات يا جماعه كتير للفيديو، علشان اللايكات بتاعكم ده اللي بتخلي الفيديو يتشاف واكبر عدد من الناس بتشوف الفيديو بتاعنا. تمام، يمكن قله اللايكات ده يا جماعه بتخلي الفيديو ما بيتشافش، فاللايكات بترفع الفيديو. فتعالوا بقى كده نقول لكم هنعمل ايه النهارده. النهارده ان شاء الله هنقول لكم على علاج كويس جدا جدا لعلاج الاسهالات. حاجه بسيطه كده يعني مش هتكلفنا اي حاجه، ده طبعا هتمنع الاسهالات. انتوا عارفين ان الجو الايام ده حار، فبالتالي بيكتر فيه الاسهالات والكساح والحاجات دي كلها. الاكل قصدي البطن بيصوم عن الاكل، كل الحاجات دي طبعا اللي بيسببها او العامل الاساسي فيه هو الاسهالات، لان الجو حر فاحنا عايزين نتفادى كل المشاكل دي. هنعمل ايه؟ هقول لكم برضو ان شاء الله على حاجات يعني باذن الله حاجات سهله كده وبسيطه، مش هتكلفنا اي حاجه ولا هنحتاج ان احنا نكلف نفسنا من عند البيتر ولا حاجه. مبدئيا يعني كده انا عشان محدش يستغرب يقول لي ايه الروم ده مشيماء، الروم ده يا جماعه ده اللي انا كنت حاطاه في البوكس، فخلاص شلته بقى النهارده. يمكن هو لسه اقولكش ان انا احطه النهارده في الاوضه، حتى يعني تحس ان هو واقف ايه مستغرب المكان كده. تمام، ده طبعا الروم الكبير بسم الله ما شاء الله، يعني هي كلتها بقى شهرين وهيبيض باذن الله وهيعوض بقى كل الخساره اللي راحت دي. النهارده يا جماعه يعني هنعمل برده هقول لكم على وصف التسمين، لانه طبعا العيد قرب. كل سنه وانتم طيبين. كل اي حد دلوقتي بيسال دايما على طول عايزين وصفه تسمين البطن ام شيماء، ان شاء الله يا جماعه في الفيديوهات الجايه باذن الله هتلاقوا هعمل لكم برده وصفه تسمين حلوه قوي للبط، عشان اي حد يعني دلوقتي عايز يسمن بط علشان رمضان، عايز يتقل البط بتاعه، كل الكلام ده ان شاء الله هتشوفوه معايا بالفيديو الجاي باذن الله. في كمان انا كنت منزله يعني فيديوهات كتير على القناه، فيديوهات تسمين كويسة جدا. الوصفات دي يا جماعة او الخلطات اللي احنا بنعملها ديت، ده بسم الله ما شاء الله بتوصل معاكي البط لاحجام يعني كويسة جدا. حتى لو البط عندك ما بيشيلش اوزان، مجرد ان انت تعملي العلفة او الخلطة اللي احنا هنعملها دي، ده ما شاء الله هتخلي البط معاكي يشيل وزن كويس جدا. وقدامنا يعتبر وقت حلو قوي، يعني قدامنا يجي بتاع 20-25 يوم، يعني ما شاء الله. يعني انت لو انت عملت العلفة ديت ده ما شاء الله هتفرق معاكي كتير. عايزه اقول لكم برده، عايزه اقول لكم ان احنا ان شاء الله برده يعني في بدايه الفيديو قبل كده الناس ما تقدم الفيديو ولا حاجه، ان احنا ان شاء الله يا جماعه هنجيب دوره بط جديده وهنربها مع بعض. عارفه ان معظمكم هيقول طب احنا داخلين على شهر 7 وكده، فبرده ان شاء الله هنربها صح وهقول لكم هنعمل لها ايه. كل الحاجات دي باذن الله لو احنا اتبعنا على الخطوات ومشينا مع بعض. يعني انا قلت لكم في بدايه الفيديو على اساس ان انتوا لو انتوا عايزين تجيبوا متابعه معايا من اول يوم، مفيش مشكله ان شاء الله هنبدا سوا. مش هنستنى بقى، لان طبعا انتوا عارفين يعني عايزين بقى نعمر بيتنا وعايزين نملى الدنيا خير وكده، لان طبعا انتوا عارفين يعني يمكن كل الموضوع يعني البط اللي هو الشرشير ده نجيبته علشان يبقى هو سريع علشان العيد الكبير وكده. فاحنا عايزين نربي بط بلدي او مسكوفي. ان شاء الله الدوره اللي انا هجيبها ديت ده هتبقى باذن الله دوره بط مسكوفي، لان ده احسن بط انا بربيه، وده فعلا لقيته احسن حاجه يعني ما شاء الله بتنفع معايا او بتجيب اوزان كويسه جدا. حتى لو انتوا عايزين تبيعوا ولا حاجه او تعملوا كتجاره، ده هيجيب معاك ما شاء الله اوزان كويسه جدا. وعلى فكره يا جماعه برده بيتذبح على 3 شهور وما شاء الله بيبقى شايل وزن حلو قوي، هو ده ميزته. يعني البلدي بتبقى بيبقى كويس اي نعم وكل حاجه، بس يعني ايه الوزن بتاعه بيبقى قليل او خفيف بمعنى اصح، وكمان بيغيب بيقعد على الاقل 4 شهور. تمام، فتعالوا بقى كده يا جماعه ان شاء الله هنشوف هنعمل الوصفه بتاعتنا النهارده. بس احنا الاول هنحط له ياكل. الاكل بتاعه هيبقى عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين كده دش وعيش، عندنا شويه سيرس او شويه رده هنحطهم له. وخدوا بالكم يا جماعه انا برده يعني ما منعتش عنه العلف لغايه دلوقتي، هو طبعا يعني هو يعتبر قفل، بس هو لسه حاجه بسيطه خالص على ما يقفل، علشان كده انا ما رضيتش ان انا امنع عنه العلف. زي ما انتم شايفين كده دوبك بحط علف خفيف كده، يعني زي تصفيره كده علشان ما ياكلش بعضه ويشد بعضه وكده، وما شاء الله يدي معايا وزن ويقفل معايا بدري.
ده بسم الله ما شاء الله هيبقى معاكي على رمضان، اي على العيد قصدي، معلش، هيبقى معاكي ما شاء الله زي الفل، وهيدينا احجام كويسه قوي. الوقت برضو هنعمل ايه يا جماعه؟ بالمناسبه الناس اللي كانت دايما بتسالني بتقول البط عندي بشد في بعضه، خدوا بالكم يا جماعه، البط عايزه تكسبيه وما يشدش في بعضه ويقفل معاكي بسرعه، امسكي الاملاح والفيتامينات من وهو لسه صغير لغايه عند ما يجي يقفل، دي ما شاء الله هيفرق معاكوا كتير جدا جدا. تمام، دي بس معلومه بسيطه كده كنت انا حابه ان انا اقولها لك. دلوقتي انا قطعت له كده شويه عيش، قلبته له على العلفه. لو انتوا بقى يعني حابين ان انتوا تنسموا العيش مع العلف مفيش مشكله، على خفيف، مش عايزاه معجن ولا حاجه، علشان ما برجحش يا جماعه العيش اللي هو بيبقى معجن، ده بيجيب للطيور ديدان، خدوا بالكم من المعلومه دي كويس. عايزين تنسموه يبقى تنسيمه خفيف قوي 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 يعني. ماشي، دلوقتي بقى هنعمل مكون كويس جدا، او بمعنى اصح شريط حلو قوي يا جماعه، ده ما شاء الله بيجيب نتيجه فعاله للطيور دايما اللي هي عندها اسهال. ده طبعا اسمه فلاجيل، الفلاجيل ده 500. حابين تجيبوه ماشي، حابين تجيبوه اللي هو 1000 ولا حاجه برده مفيش مشكله، بس الفلاجيل ده بسم الله ما شاء الله كويس جدا جدا، ده يعتبر مطهر معوي، يعني لو في اي مكروب في معده الطير عندك، في طفيلات، في ديدان، في اي حاجه، في اسهالات، في اي حاجه، ده بيقضي على كل المشاكل دي تماما. لو في اسهالات هنحط برده منه، ما فيش هنحط برده منه قوقائي يحمي الطير معانا، ده هندقه كده هنحطه على كل رتل كده حبايه او حبيتين، ده هيبقى كويسين قوي، ده هي يعني ما شاء الله. هنستمر لو في لا قدر الله اسهالات او في اي حاجه هنحط 3 ايام كده منه متواصلين. تمام، ده ندقته اهو زي ما انتم شايفين، وهنحطهم كده على حوالي 3 رتل ميه، مش هنكتر ميه ولا حاجه. تمام، ده كده هنحط له على 3 رتل ميه زي ما انتم شايفين معايا كده، وهنحطه له. حتى لو انت البط عندك شهيته مقفوله ما بياكلش، ده برضو بيبقى كويس جدا جدا للطيور. على فكره يا جماعه، طبعا في معظمنا البط عنده اسهال، وطبعا الاسهال دوت بيخلي البط يفضل معاكي ما بياكلش، او بمعنى اصح يعني ايه، تحس ان البط كده عنده جفاف، لا بياكل ولا بيشرب. طب هنعمل ايه في الوقت ده؟ ودي معلومه يعني معلومه مفيده جدا لازم كلتنا نعملها، سواء للطيور سواء للبط سواء اي حاجه سواء الفراخ يعني. عندنا محلول معالجه الجفاف، محلول معالجه الجفاف ده ما شاء الله كويس جدا جدا. لو انا عندي البط ما بياكلش او صايم عن الاكل، ده هنجيب كده 3 اكياس من المحلول على رتل ميه وهنحط له يشرب منه. انت بقى جوزي الكميه، لو انت حابه مثلا تحط رتلين 3 زودي انت الكميه، بس انا بقول لك يعني المفروض لو رتل ميه هنحط عليه كيسين او 3، ده هيبقى كويس قوي، وهنحطه للبط يشرب معانا. هنحطه له 12 ساعه، ولو انت حابه تجيبي دواء الاسهال من عند بيطره ولا حاجه هتحط له برده 12 ساعه، مش حابه تجيبي هتجيبي برده اللي هو الامرزول او قصدي الفلاجيل. الفلاجيل ده هيبقى كويس جدا جدا، معلش يا جماعه يعني انا قلت الامرزول بس هو الفلاجيل، معلش دي سهو منه. ده برده هنحطه منه 12 ساعه، والمحلول معالجه الجفاف ده 12 ساعه. المحلول اللي بقى ده بيعوض كل اللي بينزل من جسم الطير، المحلول ده بيعوضه يعني بيخليه يرجع لحالته الطبيعيه. تمام، فانت لو انت ما حطيتوش المحلول ده بيخلي البط معاكي يفضل يسهل بقى ويفضل كده ايه، يعني تحس ان هو بدا يتكسح معاك او مش قادر يمشي بمعنى اصح. تمام، فيعتبر ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشيروه يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.